بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التانية ال دي اه ماشي تمام. البولاين والبولوجونز تمام. الأول البولاين ده زي ما احنا شايفين هنا ده شكل عادي مش مقفول، بنسميه سيمبل. هنا ده شكل برضو سيمبل بولوجونز، بس ايه بيبقى كلوزد البولاين اللي هي دي اللي هو الخط ده تمام. لما بيجي مقفول سيمبل، هنا نوت سيمبل تمام. زي ما احنا شايفين هو كلوزد برضو، بس ايه بالنسبة للبولاين كورس، انما البولوجونز ايه مش مقفول. هنا الكونكيف والايه والكونفكس. زي ما احنا شايفين كده الكونفكس بتبقى بتتصل بالنقطتين داخل الشكل من جوه، انما شكل زي التاني ده كونكيف بتاع الخط اللي متصل من بره، ده الكونكيف بتاعه متصل بالنقطتين خارج الشكل مش داخل الشكل زي ده كده. ماشي ثواني عشان المروحة دي نكمل. تمام تمام معني دي مثلا أمثلة للبلوجنز معايا، الدايرة والمربع والمستطيل والمثلث، وإن الدايرة بتاعتي هنا مثلا مديني مثال عليها إنها بتترسم عن طريق نقطتين، كذا نقط متحددة جنب بعضها، تبدأ تديني الدايرة بتاعتي من خلال المعادلة. زي ما احنا شايفين وعارفين ان الار نص القطر والاكس والواي عادي الاحداثيات بتاعي، ببدا ارسم الدايره من خلال المعادله ديت. ايه بيقول الدايره ديت انا ممكن عشان ارسمها بعمل لها حاجه اسمها ايه ابروكسيميتد تمام. ابروكسيميتد ازاي؟ زي ما انا شايف اديتها مثلا شكل خماسي شكل سداسي سواعي تماني، اخلينا همشي بالاشكال لحد ايه بعمل لها ايه برسمها بعمل لها حاجه مقابله ليها، يعني حاجه تشبه، يعني ديت ايه شبيهه لها قوي يعني فيها شبه منها، بس زي ما احنا شايفين دي مش ايه مش سموز زي دي كده تمام. دي بالنسبه للابسوميشن يعني. عندي بعد كده تمام ثواني، عندنا ايه الفرق ما بين الشكل ال2 دي وال3 دي؟ ايه بقى ال2 دي وال3 دي؟ ان ال2 دي بيبقى على طريق احداثيين الايه الاكس والواي، انما ال3 دي بيبقى عن طريق ايه اكس واي وزد، النقط بتاعته بتبقى عباره عن اكس واي وزد. إيه مش كل حاجة موجودة في ال 3 دي سبيس بتاعي تبقى هي نفسها 3 دي، يعني مش لازم في ال 3 دي كل الأوبجيكت تبقى 3 دي، لا عادي الأوبجيكت ممكن يكون 2 دي عادي، زي الورقة في شكل 3 دي. زي مثلا معانا ورقة وأنا قاعد في الأوضة، الورقة ديت ماسك ورقة إيه عادي ملهاش سمك مثلا، أنا هي جوه هي 2 دي بس جوه شكل إيه 3 دي تمام. الورقة كده نعتبرها ايه 3 دي، نعتبرها 2 دي، فبنسميها ايه 2 دي بلين ان 3 دي سبيس تمام. الاحداثيات بتاعت النقط الاكس والواي دي 2 دي، ايه اكس واي وزد 3 دي اسمها ايه كوردينيت. ماشي عشان مثلا لو عندي نقطة 2 دي ازاي اعرف مكانها في ال 3 دي سبيس؟ بعرف مكانها ازاي في ال 3 دي سبيس زي الشكل اللي ايه اللي مرسوم معاه ده. دي ورقة ماشي مرسومة في شكل ايه؟ هي 2 دي مرسومة في شكل 3 دي. ورقة 2 دي دي ورقة 2 دي مرسومة في شكل 3 دي. أنا عايز أعرف إحداثيات الورقة ديت بالنسبة لل 3 دي، يعني أنا عارف مثلا إن الورقة ديت عند النقطة 1 و1 ماشي؟ الورقة عند النقطة 1 و1 ماشي؟ دي الورقة في الإحداثي ايه؟ نقطة 1 و1 تمام؟ الورقة طبعا زي ما قلنا هي 2 دي في 3 دي، يعني تعتبر النقطة دي صفر صفر بالنسبة للورقة نفسها، بس هي واقعة في إحداثي مثلا لو إكس أهي وواي أهي واقعة بالنسبة له إيه 1 و1 مثلا تمام. ما علينا من دي، عايزين دلوقتي نشوف الورقة دي في 3 دي في أنهي حاجة. هو قال لك إنها بتبعد عن الإكس بواحد، تبعد عن الواي باتنين، تبعد عن الزد باتنين، يبقى الورقة ديت إيه إحداثها بالنسبة لها ده إيه أهو، ادي الاكس ادي الواي ادي الزد، هو قال لك بتبعد عنها كده. هجمع عليهم الورقه بتاعتي اللي هي 1 و1 وكده كده ايه 0 لان ما كانش عندي زد. ديت كده هتديني ايه؟ يبقى احداثها في النقطه دي كام؟ 1 1 2 2 1 3 2 وايه و0 2، يبقى كده دي احداث الورقه اللي هو 2 3 2 دي ايه النقطه ديت كده في 3 دي سبيس تمام. الحاجة اللي دايما 3 دي حتى لو لوحدها، يعني لو بص الورقة لو صورة كشكول، لو كان كشكول عبارة عن عدة ورقة، كشكول ده كده 3 دي في الايه في 3 دي سبيس لانه كذا حاجة ليه سمك تمام، بيبقى مثلا ايه 3 دي. انا اقدر احول من 2 دي ل 3 دي سهل جدا، يعني لو عندي 2 دي سهل احوله ايه ل 3 دي.
انما لو عايز احول من 3D ل2D كده انا بستخدم ايه؟ هنلجأ لحاجة اسمها ايه؟ البروجكشن. البروجكشن ديت ان انا بدي بحط للشكل انا عايز احول من 3D ل2D كده. البروجكشن ديت بيهمل ال 3D، بيهمل الزد يعني هيخليه اكس وواي بس. البروجكشن هيهمل الزد، يبقى انا كده حولت من 3D ل2D ماشي. انا عشان اسهل على نفسي واعرف ان الشكل اذا كان 2D ولا 3D هشوف ايه النقط بتاعت الاكس والواي والزد. لو الشكل عمال يتحرك جوه ال 3D، لو الاكس والواي بس اللي بتغيره والزد ما بتتغيرش، يبقى كده الشكل هيبقى 2D. انما لو الزد اتغيرت يبقى 3D. يعني مثلا هنا انا عرفت اهو ان هو 2 3 2 كده، هو كده خلاص بقى ايه؟ ابعاده في ال 3D. طب انا لما هقعد اغير في الورقه اطلعها فوق وتحت، تمام كده الورقه واجيبها يمين وشمال، يعني الورقه كده هيلعب في الاكس والواي بتاعها مش هيلعب في الزد. فكده هي 2D بس في 3D. يا رب تكون مفهومه. انا ممكن اعتبر القلم بتاعي مالوش سمك زي الخط كده على السبورة. ده سبورة اهي، لا اكس وواي ورسمت على خط. القلم ده كده، ده كده الخط اهو، ده 1D في 2D تمام. 1D في 2D ايه؟ بناء انه خط سمك على سبورة، في ايه سبورة 2D كده رسمت على خط، بقت ايه اصبح بتاع ايه 1D تمام. ايه انا الورقة لو مثلا كورتها في ايدي وهي مالهاش سمك، كورتها هتخليها برضو ايه 2D في ايه في 3D. انما لو خليت لها سمك، يعني لو سديت الورقه من خليتها دايره وسديتها من ناحيتين كده اصبحت زي الاسطوانه كده بس مسدوده من ناحيتين ماشي، يبقى الشكل كده ايه اصبح 3D جوه 3D. يعني مثلا الورقه بتاعتي اهي اهي كده مش مسكوك كده 2D في 3D. لو سكتها بقى عبيتها خليتها سوليد خالص كده، يبقى كده اصبحت 3D في 3D تمام. حاجة سهلة ان شاء الله، مش هتلخبط. تعال نشوف حاجة كمان بالنسبة للفيرتكس اتش، الادجز والفيرتكس. هنا ديت بتاعك كنا دارسينها في الديسكريت، قال لك في واحد بتترسم عند 0 0، في 2 هتترسم عند 2 و1، في 0 قصدي 0 0، في 1 عند 2 و1 ماشي. وليكن ان دي ايه احداثياتهم اديتني الشكل ده. الايدجز، الايدجز ديت مش نقط، لا ده الايدجز واصله ما بين الحاجه. بيقول لك اول واحد اي 0 واصله ما بين 0 و1، ادي 0 و1 هرسم هنا ايه خط اسميه اي 0، دي ايدج. اي 1 ما بين 1 و3، ادي 1 و3 هسمي ديت ايه اي 1. اي 2 ما بين 3 و4 اهي، وهكذا. يبقى دي الايه الايدجز، الايدجز بتاعتي ماشي. ديت ماشي. لو انا دلوقتي عايز ارفع في 4 دي فوق، ايه اللي هيتغير؟ الايدج مش هتتغير، الايدج بتاعتي هتخليها ما بين في 2 وفي 4، والفي 3 وفي 4 تمام. بس النقطة في 4 هي اللي هتتغير ايه بالنسبة للاحداثيات بتاعها، طلعها فوق انزلها تحت كده الايه الحاجة دي مش هتتغير. طيب بيقول لي انا عندي حاجة اسمها التوبولوجي وجي ايه، ثواني ماشي، التوبولوجي والجيومتري. ايه الحاجتين دول؟ التوبولوجي اللي احنا لو فاكرين في الشبكات اللي هو كانت اشكال عباره عن شبكه ستار ومش عارف ايه وكده. فالتوبولوجي هنا بتبقى ايه الاستراكشر بتاع الشكل نفسه، يعني الشكل ده مربع مستطيل دايره الكلام ده ماشي. دي بيبقى خاص بالايدج. ليه؟ لانه لو مربع اهو عدد الايدجز فيه اهو، مستطيل مثلث ادي عدد الايدجز فيه اهو ماشي، وهكذا شكل خماسي شكل سداسي والكلام ده كله. فدي بتبقى ايه التوبولوجي بتاعها خاص بالايدج شويه ايه. انما الجيومتري ده هيبقى خاص بالفيرتكس، يعني هي ايه الاحداثيات بتاعت النقط نفسها اللي هي في 1 وفي 2 وفي 3 تمام. دي بتبقى اسمها ايه الجيومتري بتاعها بيتغير فيه. بيقول لك انا لو غيرت في التوبولوجي الجيومتري بتاعها مش هيتغير، ولو غيرت في الجيومتري التوبولوجي بتاعها مش هيتغير. ازاي؟ انا عندي شكل التوبولوجي بتاعتي غيرت ايه، بصوا شكل اهو ده هيوضح اكتر تمام. هنا انا عندي خمسه بقى، خمسه ايدج وخمسه ايه فيرت النقط والبتاع. لو غيرت في التوبولوجي يعني خليت الشكل مش ايه بالمنظر ده كده، ما لعبتش في كده التوبولوجي بتاعي اتغير، الجيومتري ما اتغيرش، النقط بتاعتي احداثياتها زي ما هي تمام. بل انا فقدت نقطه كمان، بس المهم ان ايه احداثيات النقط ما اتغيرتش ماشي. ليه؟ انا خلاص النقطه هي موجوده اهي بس مش موصلها عادي، انا ما لعبتش في الجيومتري بتاعي بس غيرت التوبولوجي تمام. إيه العكس بالنسبه للتوبولوجي بتاعي، لو مسكت النقطه دي شديتها فوق هو التوبولوجي بتاعي معروف برضه، هيخليه زي ما هو مثلث اهوت ومستطيل تحته.
نزلتها تحت هكذا، التوبولوجي بتاعي مش هيتغير ابدا. فالمتغير في دي مش لازم ده يتغير، وده مش لازم التاني ايه يتغير. طب انا لو عندي النقطة اه عايز الشكل ده يبقى ايه، يبقى مستطيل كده، ايه اللي انا هلعب فيه؟ انا عندي حلين. اول حل ان امسك النقطة ديت انزلها ايه على احداث الحتة دي كده، فحطيت النقطة دي هنا كده ماشي كده. الحركة ديت يعني مش هي الصح كده، نخليه بالمنظر ده. ثواني، الحركة دي كده مش صح، ادي النقطة بتاعي اهي مش افكشن قوي يعني معايا ماشي، لان ايه لسه سايب نقطة زيادة عندي هتأثر معايا. بس ممكن فعلا تكون الحركة دي هي الانسب لو انا هستخدم النقطة دي فيما بعد، يعني النقطة دي هستخدمها في انيميشن، هستخدمها في اي حاجة، هستخدمها ان انا اغير شكل التوبولوجي بتاعي تاني كزي ايه، لو هرفع النقطة دي بصوا لو عايز الشكل بتاعي يبقى بالمنظر ده كده اهي، النقطة دي كده أثرت معايا، يبقى فعلا ده كان الحل الأنسب تمام. بس هي المفروض بشيلها خالص لو أنا مش هستخدمها عشان ما أكترش عدد النقط عندي، وفي الأنيميشن مثلا يتعبني الإيه الشكل بتاعي تمام. دي كان بالنسبة للإيدجز والحوارات بتاعتها ماشي. هنشوف الأشكال دي دلوقتي. بصوا أنا عندي خط زي ده كده، ده كيرف تمام، كيرف مرسوم عندي ماشي. الكيرف ده في الاول اساسا ما هو الا كان عباره عن نقط، عباره عن نقطه كده هنرسمه هنا، عباره ايه عن نقطه هنا ونقطه هنا، ده خط مستقيم خالص اهو ماشي. الشكل اللي احنا شايفينه اللاين بيبقى عباره عن كده. انا عندي طريقتين اتنين عشان اخليه كيرف تمام. احنا كانت هنا كان مكتوب هنا الطريقتين، المهم ان الطريقتين انتربوليتنج وايه والابروكسيمنتيشن، الابروكسيمنتيشن تمام. صباح الانجليزي. ما علينا، الانتربوليتنج ديت ان اخلي الكيرف بتاعي يمر بكل النقط، يعني اهو كيرف اهو مر بالنقط دي كده اهي، لازم يمر بالنقطه ديت ولازم يمر بالنقطه دي، مر بكل نقطه الشكل. انما الابروكسيمنتيشن، الابروكسيمنتيشن وإيه؟ بيمر بنقطة البداية والنهاية، يعني ممكن يكون كده عادي خالص كده آه. زي ما هنشوفه هنا بصوا، اللي هو الخط اللي هو الأحمر اللي هو الأخضر ده، ده الشكل عادي لاينز الطبيعي بتاعي جدا. التاني الأحمر ده، ده اللي هو اسمه إيه؟ انتربوليتنج آه. انتربوليتنج آه. تمام. الشكل الأزرق ده هيمر بنقطة البداية لازم، ويمر بنقطة النهاية ده لازم، بس مش شرط يمر بايه بنقط مش هيمر بالنقط التانية دي. طب يعني دي كلها بتبقى عبارة ايه من خلال معادلات، ونصر الله كان شارع فيديو وعمل المعادلة ورسم قصاده بيه ونفذ المعادلة والدنيا دي كلها ماشي. كان هنا ممكن الشكل عادي، المعادلة طلعت يا عم ان مر بأول نقطة وتاني نقطة وتالت نقطة ورابع نقطة وممرش بالنقطة الخامسة وراح السادسة على طول، ده برضو يعتبر ابروكسيمنتيشن لان كده ايه في نقطة ما تمرش عليه. انما طالما تاني مر بالخمس نقط يبقى ده خلاص ايه، عرفنا ان هو ايه انتربوليشن ماشي. كان نصر الله شرح فيديو اللي هو الايه الهيرمينيت والمعادلة بتاعته تمام. دي بالنسبة للشكل اللي قصدنا ده تمام كده.